يجي شخص انت قلت اليوم انا صاحب بناتي، يجي شخص يقول لك انا اللي احب بنتك واستتها على قولة المصريين وعيشه احلى عيشه بس انا فقير، بكل صراحه تنطي بنتك ولا ما تنطي؟ اعطيه اذا كانت هي رايت. يعني اليوم فنان ناهي مهدي متفهم لاطفاله، صديق لاطفاله، بالمناسبه انا عيب ما يرهم. لا يا بنت شو تقولين؟ بالمناسبه نزار انا بناتي اصدقائي، احسنت، اتعامل وياهم اصدقاء. بالمناسبه واحده من بناتي خرجت لي برنامج سوالف، مخرجه هي طبعا، الله عليها، اي سنه تكمل ان شاء الله، ان شاء الله، واني يعني ما خليتها يعني بعد. ما عندك مانع؟ مستحيل. يقول لك بابا بالكليه وياي شخص رايدني احبه ويحبني بس حالته الماديه فقيره، يا بابا ارضى. انا مع الان، شوف راح وديتنا الكليات راح نطلع على موضوعنا الان، طلبه الكليات علاقاتهم كلها نهايه السنه 4 سنين يظل وبعدين يدفع عن البنيه. كل انسان يجي بنيه من الباب مو من الشباك، فاذا اجى واحد البنت اليوم من الباب على راسي خليه، يمكن انا اوقف ويا اساعده، انا احضر اسوي له كل الاشياء ما دام هي رايدته وهو رايده. اثنين ما دام واحد رايد الثاني راح يكونون حياتهم. يعني يا لا والله ايه؟ وين يلقى عن مثلك؟ حقيقة وين يلقى عن مثلك؟ والله العظيم خفة الدم من سار رائع جدا. الحمد لله، يعني احنا ما جرى علي، انا ما اخلي يجرى على ابنائنا. اها. اي طبعا، حتى ما نكون الاب الظالم، الاب اللي بعدين دائما يندعي عليه. احسنت، يا ربي يخلي لك بناتك. اشكرك. وتتهنى بيهم. تسلم. وما تشوف شر كل عمرك. اشكرك. شلون